0 للفريق القاهري. هنا الخطاف في الدفاع وراء المدافع الهجري. سيد حمدي يعمل اكسلراسيون يهرب على الهجري، يحط كرة في طبق والتسديدة ممتازة، ولعب الخبرة جدو يفتح بوابة التسجيل. إذا 1-0 للمدرب البدري ويسجل الهدف الثاني. يسجل 2-0 للنادي الأهلي. تحب تحكي الآن معنويا بدنيا فنيا نفسيا، الكاس يذهب للقاهرة مع هذا الأسرار للنادي الأهلي. هدفين لصفر للنادي الأهلي. هنا الكرة ينحال بالمنصور، هل كان هناك خطأ أم لا؟ هل كان ممكن الحكم بوشعيب يزفر؟ قدر الله وما شاء فعل. هنا كرة، هنا البلايلي، وهنا وجدي بوعزي. يوسف البلايلي يعطي باس، والترجي يذل الفارق في دقيقة 84. ترجي يحتاج كم بوشعيب الأحرش يعطي ضربة جزاء للنادي الأهلي. وتوتر ما كانش عنده مبرر اليوم في مباراة الفاينل في رادس. هدفي لهدف وكرة الهدف الثالث في مباراة نهائية 4 أهداف ممكن. التسديد والمعز.